يسعد اوقاتكم يا جماعة الخير. اليوم عم بعمل فيديو، صار لي زمان مش عامل فيديوهات وصار لي زمان مش نازل اصور. تصوير بساعات الصبح رح يعطيك ميزة كتير مميزة، انك تحصل على الوان واشباع الوان رهيب في هاي الساعة. شو الاخبار؟ كيف صحتك؟ ايش اللوك الحلو هذا؟ حبيب انا في الايام. شو رايك اصورك صوره؟ صور يا جدع على شرف الصوره. في الايام كان عبيد في اي علون الكنزي نفس اشتهتا. انا ايش ازرق؟ خلي النور ينتشر من امنا. بحبش بالزاد اللي انا بحبه، بحبش اقعد اطلع على الصوره صراحه. حاضر اركز على البلد، البلد يا بلد. افتح اللغات، انا بصورك هسه من الشقه الثانيه هيك علي. علي ايوه ايوه ممتاز ممتاز. علي مصور صور صوره للحلوه للعموره، لو كانت في اخر الدنيا حروح لها لو على اخر المعموره. قول لي انا الهواري. وقف لي بالشمس شوي. انا الهواري. حركك حركك هيك. قول انا الهواري وانت مزداري، صورتي ليك بتكون احلى يوم في نهاري. انت كملت الزمن والزمن ملوش تاريخ، انت بتقرخه بصورتك يا محمد او يا محمود او يا احمد يا هواري. هيك هات لك موال معناته. يلا قول. عيني عين الليل يا مصور صور صورة مع الصور الجزار والمعمورة وحيفا وراما احلى ذكرى على وسط البحر ويا الصمود. حيكون صمود وتكون فاضيه حلوه لاهلها وترجع احلى صوره. حبيبي حبيبي يا ليل يا نهاري من الهواري. يا ليل يا نهاري انا قلتها من زرعتك زرع مكاني. انا محمود درويش أحج إليك يا عكا شارع عن شارع وأقبل كل شباك وفوقه عشق طالع. سلام سلام عليك يا سلام. وأقول وأقول مفيش تقول الدنيا مليانة وفول صاحبي قال لي صاحبي أنت مثل البحر. قلت له لا البار بيطلع من جرابنا وجبنا وحاجات حلوه. انت بيطلع من مجدي قول لي يا ابني. قول لي يا ابني وحياه الجمهور وحياه الجمهور واللي دافع عني الجزار هو لاني قال لي مسيوني احلى اللي العالم كله وفاك على اصغر بغيره. لكن عندي الصور عسى نزل على هيله وقال يا ويل ويل الجزار ويل. انا كنت كبير وصغر حجمي انا اللي ما عدت اعرف نهاري من ليل. السلام عليكم. انا حبيبي الله يخليك. انا حبيبي كل هذا حلو كله. خذ كمان وحده. زمان ويا انا انت كمان واحد تعمل. يلا انا خدت صوره. ايوه ليش بنطلع مع بعض؟ انا يلا كمل كمل. الله كمل. ايه انا كمل كمل كمل. وهيك بعد ما كنت هون بشط العرب وصورت الفنان وليد الحلو اللي عمل لي بعض الصور المميزه، اكمل جولتي
داخل الأسوار بعكا، فراح أفوت من البوابة الشرقية. أنا أكمل جولتي داخل الأسوار بعكا، فأنا وصلت لمينا. زي ما أنتم شايفين اليوم المينا عم تمرق في مرحلة ترميمات وتصليحات وتظبيط للوضع العام. راح يكون في كتير عشوائيات في الطريق، فأنا راح أتنازل عن التصوير. مش غلط إنه الواحد يصور الترميمات الموجودة، كيف صار الإشي؟ شفت بعض الأشخاص اللي هني عم بنطوا عن الطاقة عن سور عكا. طبعاً الكل بيعرف إيش يعني النط عن سور عكا، فراح أتوجه لهناك. ساعة ساعة بالعربي. الشباب اللي مفكرين انه نط على الطاقة او على السور، صار لنا يمكن ساعة يتجادلوا ينطوا ولا ما ينطوش. المي نسبيا بعدها ساعة، بعدها بفصل الربيع المي متلجة على الآخر. والسبب الثاني البحر شوي عالي والموج عالي، فممكن يكون في سحاب ومسه صعبين الطلعة شوي. فعم تحكوا أكثر من اللازم، يا بتنطوا يا بتنطوش، واحدة من التنتين. خلص ما قرروا ايش بدكم تسووا. ليه انفضحنا وطلع؟ لو انا على اليوتيوب؟ فضحتنا. أعمل بعد كمان شوية صور. للفيديو وفعل زر